الرجل الذي بعده قتادة ابن النعمان ابن زيد. قتادة ابن النعمان ابن زيد شهد العقبة مع السبعين، وكان من الرماة المذكورين، وشهد بدراً وأحداً، وفي يوم أحد رميت عينه فسالت، ابتلي في عينه قتادة رضي الله عنه. عن الهيثم بن عدي عن أبيه قال: أصيبت عين قتادة ابن النعمان يوم أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في يده فقال: ما هذا يا قتادة؟ قال: هذا ما ترى يا رسول الله. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت رددتها ودعوت الله لك، يعني أردها بيدي وأدعو الله لك فيشفيك الله سبحانه وتعالى. قال: وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفتقد منها شيئا. فقال: والله يا رسول الله إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل. الجنة دي ما فيها كلام، قال، ولكني رجل مبتلى بحب النساء، يعني أكثر من الزواج وقد أصيبت عينه، وأخاف أن يقولن أعور. أخاف أمشي أطلب لي زوجة تقوم شنو تقول شنو أعور. الزمن ده ما بعينه لأعور، بعينه لشنو؟ أيوة، إلا من رحم الله. أعور ما في عيون مرة واحدة، المهم الشغل ده يكون شنو تمام. أي تجي بعربية ظريفة وشايل أكياسك وعندك شركة، أمورك مجاية، زوجوا لك أي شيء إن شاء الله. طيب، لكن في ناس بيطلبوا الدين والأخلاق، يعني ما كلهم. طيب، قال: ولكني رجل مبتلى بحب النساء وأخاف أن يقلن أعور. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تردها لي وتسأل الله لي الجنة. الاثنين، أدعو لي الله يصلحها وأدعو لي الله شنو. وطبعا لو بقى في واحد من الاثنين كان بيختار شنو الجنة، لكنه دار يجمع الخيرين، وهذا من الخير. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومدح الله هذا الصنف: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. طيب، قال: فقال: أفعل يا قتادة؟ أي أدعو الله يردها لك وأدعو الله لك بالجنة. ودعا الله له. قال: ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأعادها إلى موضعها، فكانت أحسن عينه، بقت شنو؟ رجعت زي ما كانت، وبقت أحسن من ذيك ذاته إلى أن مات. ودعا الله له بالجنة. فدخل ابنه على عمر بن عبد العزيز بعد فترة، دخل على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: من أنت يا فتى؟ سأل ولد قتادة، قال لي: أنت منه؟ بعد فترة، بعد الرسول توفى صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. دخل ابن قتادة على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: من أنت يا فتى؟ فقال: أنا ابن الذي، جاب له بيتين جميلات جدا، قال له: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأحسن حالها، فيا حسن ما عين ويا طيب ما يد. فهذا من مدحه لأبيه، مدح تلك العين ومدح يد النبي صلى الله عليه وسلم التي ردتها ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد قتادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان معه يوم الفتح راية، كانت معه راية بني ظفر أو ظفر
في بعض الضبط وجدتها بفتح الظاء وبفتح الفاء ظفر. وتوفي سنة 23 وهو ابن 65، وصلى عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. في حاجة يا جماعة لو لاحظتوا ليها، كثير من الصحابة ديل الترجم لون ابن الجوزي رحمه الله، بتلقى يقول لك شهد بدرا والمشاهد شنو؟ ليه بيفصلوا بدر من المشاهد كلها؟ لفضل بدر. ومن الفوائد في هذه الكلمة وفي هذا الخبر أن هؤلاء الصحابة دافعوا عن الدين، ودافعوا بألسنتهم وبأيديهم وبأرجلهم وبأموالهم وبعلمهم وبهمهم وبذكائهم وباجتهادهم، وبتوفيق الله لهم أولا وآخرا. يعني النازل ما خلوا ذكاء إلا صرفوا في الدين، ما خلوا هم إلا شالوا هم الدين، ما اليدين الرجلين كل استخدموا الرجلان اليدان إلى آخره، استعملوا هذه الأشياء في نصرة الدين. ومن التوفيق أن تجازي الإحسان بشنو؟ بالإحسان. النازل قدموا لنا خير، نشروا الدين، هسي نحن كم غزوة خشينا فيها ولا واحدة، ولا زول اتقطعت يده ولا اتقطعت رجله ولا عينه ولا تعوق، وبعد ده ما قادرين نتعلم الدين، بس تعلم مش نحميه، تعلم زي ما قادرين. واحد عشان حفلة يركب مواصلات واخر الليل ما في مواصلات يرجع برجله، يقول لك من نادي الضباط رجعنا ليه شنقيطي، عرقانين وتعبانين وزحمة ما مدعشين مالك، لا يقول لك حفلة. والفنان كمان يقول لك جاء أجارك الله ذاته ما قابل الناس بوشه، بس بقى مقابل العازفين دين ومدينا ظهر ويعلقه، بدل يقولوا ده فنان سخيف وأصلا الغنى سخيف، يقول لك دي من الوهمات ذاته عشان يثبت مكانته وأشياء وهوك إلى آخره. يا ناس الحاصل شو؟ الدين ما يقدر يسافر له ولا يقدر يجتهد له، ولا لو عنده وقت فاضي ما يتحمل موبايله ده، كان عنده خدمة بدل يخش يسمع عليه محاضرة تلقاه يخش يسمع عليه كلام فارغ، أطول سمكة في العالم يخش فيها. يا زول تربى شنو؟ تقعد في سمك انت وقاعد في بحر، أمشي المطعم وكل لك زمت أطول ذاته تربى شنو؟ والله الذي لا إله غيره، يخش أشياء كثيرة جدا وغرائب، بدل يتعلم الدين وينشره ويحميه ويدافع عن الصحابة ديل. ودي مناسبة يا جماعة، إذا الصحابة ديل دافعوا عن الدين وحمولنا، نحن مش أبسط شيء نقدمه لهم ندافع عن عرضهم؟ مش ده أبسط شيء؟ سألوا واحد، سألوا جابوا في قناة من القنوات اسمه صالح بن عواد المغامسي. السؤال الأول، جزاك الله خير يا شيخ، صدر. أتمنى أن يكون توضيحا وليس تلميحا بموقف من يتهم أم المؤمنين بأنها زانية. أنا في مقام دعوة وليس في مقام قضاء. الصحابة ديل دافعوا عن الدين وحمولنا، نحن مش أبسط شيء نقدمه لهم ندافع عن عرضهم؟ مش ده أبسط شيء؟ سألوا واحد، سألوا جابوا في قناة من القنوات اسمه صالح بن عواد المغامسي، وللأسف يسألون مثل هذا. رجل يقول الإسماعيلية أو الإباضية، كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. هذه فرصة قدمت لهذا الرجل من أجل الرد على هؤلاء المجرمين الفسقة المعتدين الضالين المضلين المنحرفين المبطلين، وهم الروافض أعداء دين الله وأعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صالح المغامسي بدل أن يغضب لله وأن يدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأن يدافع عن عائشة رضي الله عنها، وأن يرد على هؤلاء الروافض، وأن يوبخهم، وأن يحقرهم، وأن يذلهم، ويذب عن عرض تلك الطاهرة المطهرة، أخذ يعنف على السائل، يعنف على السائل، يقول له: هل تريد أن تقيم الحجة علي أم لي؟ أنت ماذا تريد؟ تقيم حجة علي أو حجة لي؟ القضية ينبغي أن يكون عقلك ورشدك وفهمك أكبر وأكبر وأكبر من هذا. وذكر ثلاثة أمور مخزية، أنا لخصت كلامه في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن واجب هذه الطاهرة العفيفة وهي أم المؤمنين يا مغامسي أعظم من هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عوام المسلمين في سنن أبي داود حسنه الألباني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا إذا ذب عن عرض أخيه من عوام المسلمين، فكيف إذا ذب عن عرض من؟ عائشة رضي الله عنها. ولو كانت المسؤول عنها هي أمك يا صالح، هل كان هذا هو موقفك؟ هل ستقول بأن الناس تكلموا في هذا قديما ونحن نترك هذا الكلام ولا نلتفت إلى هذا والموقف فيه كذا وكذا وكذا، أم أنك ستظل تدافع عنها عن أمك كما يدافع كل مسلم عن أمه؟ فكيف وهي أم المسلمين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده يا جماعة يدل على خذلان هؤلاء الناس لدين الله تعالى. إذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ذلكم الجبل لما سئل عن المولد وأراد أن يبين بدعة المولد ذكر الصحابة وذكر حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى رحمه الله تعالى. ابن باز لم يذكر له الصحابة بسوء، وإنما هو ذكرهم من أجل بيان بدعة المولد أنهم مع حبهم لرسول الله ما احتفلوا، بكى. فكيف إذا ذكرت عائشة في موضع المظلومة المكذوب عليها المفترى عليها، وأنت تقف هذا الموقف السلبي الموقف الذي يدل على الخذلان؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم، إلى أن قال: ولا يخذله. الأمر الثاني، قال المغامسي في وقاحة وفي جهل أو تجاهل وفي تعنيفي على هذا السائل، قال: أنا لست قاضي حتى أحكم بين الناس، أنا ما أتيت هنا للقضاء، أنا في مقام دعوة وليس في مقام قضاء. أنت لست بقاض، والدفاع عن عائشة لا يحتاج إلى قاض، يدافع عنها عامة المسلمين، بل دافعت عنها ضرتها زينب رضي الله عنها وهي ضرتها، ومع ذلك اتقت الله فيها. قال رسول الله: يا زينب ما تقولين في عائشة؟ قالت: أحمي بصري وسمعي يا رسول الله، ما علمت عنها إلا خيرا. برأها الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أنا داير أعرف، وده سؤال للمغامسي، هل يجهل هذه الآيات، هذه الآيات التي برأت عائشة رضي الله عنها ووصفت الذي يأتي بالكلام السيء فيها أنه جاء بالكبر تولى كبره وأن له عذابا عظيما، هل يجهل هذه الآيات؟ لماذا لا يذكرها للناس؟ وهل لها وقت معين؟ لأنه قال الكلام ده، وده الموقف الثالث يا جماعة، دي المسألة الثالثة. قال: قد سبق بهذا الكلام قبلنا أقوام أو رجال ناس، قال، وهؤلاء الناس قالوا هذه الكلمة كفر، يعني كفروا الذين طعنوا في عائشة في عرضها. قال: ومع ذلك أخطأوا، خطأهم، خطأ العلماء السابقين المغامسي. لماذا أخطأوا؟ قال:
نستفيد من خطأهم بهذه اللفظة، وأنه لم يقل الحكم، وأنه لم ينطق بكلمة الكفر. هذا أمر استخدمه غيري عشرات السنين، مئات السنين. ماذا جنوا؟ ما جنوا إلا زيادة في تمسك القوم بأمرهم. الإنسان يستفيد من أخطاء غيره. ما هو خطأهم؟ خطأهم أنهم كفروا الذين طعنوا في عرض عائشة. لماذا لا يكفرون وهم يصادمون خبر القرآن؟ الطيبات، قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. الذين لا يبرئونهم كفار، لأنهم ما صدقوا القرآن بل كذبوا القرآن. وإذا كان رسول الله أطيب الناس فكيف لا يظن بل لا يعتقد الطيب في زوجاته؟ قال: أنا ما قاضي، ما أحكم بين الناس، أنا ما قاضي عشان أحكم. تحكم في عائشة رضي الله عنها؟ أنت حكمت على الشخص ده وحكمت على الأئمة، وإن لم تسميهم، من الذين كفروا الروافض؟ من الذين ردوا على الروافض؟ أمثال أحمد، أمثال الشعبي. قال الشعبي: قال: سمعت صوت رجل من الجن، ذكر ذلك ابن كثير، سمعت صوت رجل من الجن، أو نقل قصة ذكرها ابن كثير في تفسير الآيات قد أوحي إليك، وفي تفسير قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. قال: اشترى رجلا دارا مهجورا، فلما أتى إليها وضع الطعام وكان فيه من الرز، قال: فكان يحمل اللقمة فينقص من الإناء ومن الصحفة لقمتان، فإذا به رجل من الجن يأكل معه. قال: فكلمه، قال: ما هذا؟ قال: أنا من الجن. قال: هل لكم طوائف؟ قال: نعم، وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. قال: من أخبث الطوائف؟ قال: الروافض، الجن. أنت تخطئ أولئك العلماء، أمثال ابن تيمية رحمه الله، أمثال ابن القيم رحمه الله تعالى. بل سئل من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان، وهذا مسجل، قالوا له: بعض الناس لا يكفر عوام الرافضة. قال: دعونا من هذه الفلسفات، هؤلاء جميعا سواء، أو هؤلاء جميعا حكمهم. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. إنسان يقول بتحريف القرآن، يطعن في أبي بكر وعمر، ويلعن أبا بكر وعمر، ويطعن في عرض عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة البريئة، وأنت تتورع أو تتحاشى أو تستنكف أن ترد على هؤلاء وتقول بأني لست من القضاء. أنت لست قاض، لكنك وضعت نفسك في موضع يجب عليك بيان الحق. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. أسأل الله أن يلجم هذا الرجل في الدنيا فلا يتكلم حتى يتعلم العلم الصحيح وينطق بالحق ويتوب مما جنى، وإن لم يتب من هذا الكتمان أسأل الله يلجمه بما يستحق يوم يلقاه. هذا المخذل المخذول القبيح، قبحك الله. الرجل الذي بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن طارق ابن عمرو ابن مالك رضي الله عنه، شهد بدرا وأحدا، وكان في من خرج في غزوة الرجيع التي ذكرت وقتل فيها ذلكم الصحابي عاصم رضي الله عنه، فأخذه المشركون ليدخلوه مكة مع خبيب، فلما كان بمر الظهران قال: والله لا أصاحبهم، إن لي بهؤلاء أسوة، يعني أصحابه الذين قتلوا، ونزع يده من رباطه وأخذ بسيفه وجعل يشتد فيهم على المشركين، فرموه بالحجارة فقتلوه رضي الله عنه، فقبروا بمر الظهران رضي الله عنه عبد الله. وعبد الله وكان يوم الرجيع على رأس سنة على رأس ستة
وثلاثين شهرا من الهجرة، على رأس 36 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل أبت نفسه أن يكون ذليلا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فقاتل هؤلاء مع القلة ومع كثرتهم حتى رموه بالحجارة فقتلوه رضي الله عنه وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.